الاسعار ارتفعت عن السنه اللي فاتت، ارتفعت عن السنه اللي فاتت. طب قول لنا متوسط الاسعار كده في هاروب بكام؟ قلت اشتغل في 3000، في 3500، في 4000، في 5000، مش كل الفرق. بيبدا من كام تقريبا؟ اللي هو بتاع الاضحى بيبدا من 3000. بيبدا من 3000. تاخده تربيه ولا؟ لا بتذبح. بيسيبه عندك هو؟ في اللي يسيبه وفي اللي بياخده، اللي عنده مكان بياخد حقه معاه. بياخد حقه. واللي ما عندوش مكان بيحجز عندي مثلا، بيدفع عربون بيعرفه ويجي مثلا يوم العيد الصبح بياخده. او بتحاسبه انت باليوم بقى بالاكل بتاعه؟ يعني اليوم اللي بتساب فيه بتحاسبه؟ بحاسبه على الاكل. يعني بيبقى اليوم تقريبا بيوقف عليك كام بالاكل؟ بيقف حوالي من 7 8 جنيه. من 7 8 جنيه. سيبه عندك لحد يوم العيد بيجي ياخده ويجي. العيش طيب الاسعار بتاعتها ايه؟ الجديان بتبدا من 2000 جنيه اللي هو الاكل، في ده 2200 2300 2500 3000 على حسب ما الزبون عايز يعني. ب 3000. ده بيتحسب السعر بناء على ايه؟ بناء على الوزن. على الوزن بتاع على حسب الوزن. يعني هي الخلفان السنه اللي فاتت كانت 37 38 و 40، السنه دي ب 60 ووصل 65. اسالك في حاجه، الناس بيقولوا على موضوع ان هم بيزودوا حجم الخروف وبيعملوا حجم الخروف، ده بيتعمل ازاي؟ في حد بيعمل كده فعلا؟ لا لا لا، مفيش الكلام ده، مفيش حد بيقعد يزود الخروف يقعد يشربه ميه. لا لا لا، مفيش الكلام ده. لا الخفان انت بتبقى شاريها ولا انت اللي بتبقى مربيها؟ لا بتبقى شاريها. بتبقى شاريها؟ بيبقوا متربيين فين بقى؟ متربيين في الارياف عندنا يعني. في الارياف عندنا. احنا بنأكد على البيت. بنقف هنا من السنه للسنه، بناكل على البيت. ما بتاكلوش يعني؟ لا لا لا، بياكلوا في الزباله. لا لا، ما عندناش الكلام ده. ماي ما عندناش الكلام ده. عندنا احنا هنا من الارياف من الفيوم بناكل علف. حاجتنا من الصعيد ومن الفيوم، حاجات محترمه. الزبون متعود علينا كل سنه. انا لو زبون اعرف ازاي الخروف بتاعي ده منسوخ ولا الخروف بتاعي ده لحم كويس؟ من العلف هو بيبين، بتلاقي شعريه الخروف النظيفه والوسخه، تلاقي الخروف اللي واكل الزباله ده يبقى ايه؟ ريحته وحشه، ما تقولش تقف جنبه كده. نعم، احنا اكلنا هنا مفضل علف بس. اللحم بتاعه فعلا بيبقى متغير لو واكل الزباله؟ ما تطقوش. لما تيجي تفتح كده وانت بتذبح بتشق، ما تطيش الريحه وهي طالعه عليك. نعم، احنا اكلنا هنا كله علف، علف وفول. بص الحاجه عندك هنا، بص كده يا باشا، عندنا الحاجات هنا محترمه. بص جديان وخرفان كله حاجات بيت، انا مرباها من بيتي للسنه للسنه. الاسعار بتبدا من كام وبتنتهي عند كام؟ يعني اقل حاجه الاسعار دلوقتي كان ماشي السنه اللي فاتت ب 45 وب 40، دلوقتي ب 60 بالسعر الموحد.